وقت الأذان يا شيخنا، هل ورد نهي عن الكلام وقت الاستماع للأذان أو لم يرد فيه شيء؟ لم يرد، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وقت الاستماع للأذان، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا كان يؤذن فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أفلح إن صدق،